احمد انسي، مش هجرب حاجة تاني. انت ناسي اللي حصل لي المرة اللي فاتت ده؟ انا كلت ضرب. ما تقلقش يا احمد، انا المرة دي عملت عصير السعادة هيخليك اسعد واحد في الدنيا. انت متأكدة يا ليلي؟ ما انا لو قلت لك ان عصير الصراحة مش هترضى تجربه. ايوة طبعا متأكدة، هتبقى اسعد واحد في الدنيا. امري لله. هتسيو. ايه يا احمد، خلصت مذاكرة؟ لا انا ما ذاكرتش اصلا، كنت بلعب على الموبايل. طب سيب الموبايل وقوم ذاكر بدل ما خلي يومك طين. مين فيكم اللي كسر الريموت ده؟ اكيد انت يا ليلي، انت اللي بتكسريه كل مرة. لا يا مامي، انا اللي كسرته. لا وما شاء الله عليك، صريح ومش خايف. والله يا مامي انا مش عارف ايه اللي انا بقوله ده اصلا. عصير السعادة ها؟ ماشي يا ليلي. خد يا احمد رد على خالتك وقول لها مامي نايم مش عايزة اكلم حد. ايوه يا خالته. لا مامي هنا اهي، بس مش عايزة تكلمك. انا سكت لك كتير قوي، بس اللي انت بتعمله ده ما يتسكتش عليه. تعالى معايا. الله يخرب بيتك يا ليلي. ما تزعلش يا احمد، انا كان لازم اجرب عصير الصراحه واتاكد انه شغال. وهتعملي بيه ايه دلوقتي يا فلحه؟ هحط شويه منه لمامي في النسكافيه بتاعها. استنوا الفيديو الجاي وشوفوا مامي لما تشرب عصير الصراحه.